أغيثوا إخوانكم في غزة. مر عام كامل ومعه بضعة أيام، وهم يتحملون ما لم يتحمله أحد في التاريخ الحديث كله. وهذا العدو المجرم الذي لا يماثل في إجرامه أحد على الأرض، لا في تاريخها الحديث ولا في تاريخها القديم، قرر أن يستغل تلك اللحظة الخانعة لأمتنا. حكام لا يفعلون شيئا، شعوبا لا تهتم بأحد، فقرر اليوم أن يطبق ما سمي بخطة الجنرالات. خطة الجنرالات باختصار هي إبادة كل من تبقى من سكان غزة في شمال غزة. كله لازم يمشي، كله لازم يرحل. ولأن إسرائيل استخدمت في هذا المربع شمال غزة عشرات ومئات الأطنان من المتفجرات، ومع ذلك أصر معظم أهل غزة وسكان الشمال أن يبقوا في بيوتهم. قالوا نموت هنا ولا نترك بيوتنا. طبعا الكذبة اللي احنا عشنا عليها ان الفلسطينيين بقوا أرضهم ومشوا، شفنا بعينينا حقيقة وضعهم. وهذا أثار جنون العظمة لدى نتنياهو. ازاي بعد كل ده، بعد اكتر من داخلين على 400 يوم اهو، وبنضربكم كل يوم وتفضلوا مكانكم. فجمع جنرالاته كلهم ووضعوا خطة. تقضي الخطة بتكسير، اولا بطلب ان يهاجروا جميعا، والا سنكثف الضرب، سنقتلكم في مستشفياتكم، في مدارسكم، في بيوتكم، سنقطع عنكم الماء والكهرباء، سنقطع عنكم الطعام والشراب. انتهى، اما ان ترحلوا او تموتوا، لا خيارات اخرى. إبادة جماعية كما تقول كل كتب العلوم السياسية، إبادة جماعية كاملة. وقال نتنياهو وقالت حكومته أن من يصمم ويصر على أن يبقى بعد كل هذا، شوف هيضربوهم ويحصروهم ويجوعوهم ويعطشوهم، وإذا تبقى من يتبقى سنعتبره مقاتل، سنعتبره مقاتل، وبالتالي المقاتل يستباح دمه. هكذا هكذا كما ترون، ولا أحد يجيب غياث أهل غزة. أهليكم يستغيثون بكم ويستغيثون بنا، ونحن جميعا لا نغيثهم. والله أخشى ما أخشاه على نفسي وعليكم هو أننا نخذلهم هذا الخذلان المبين. أهل شمال غزة سيتعرضون خلال أيام بسيطة إلى إبادة جماعية. فهل من مغيث؟ اللهم بلغنا، اللهم فاشهد.